أما هذه الكلمة المسؤول عنها يالله، الناس يتداولونها، فإن كانت اسم فعل أمر بمعنى أنها كلمة يراد منها الحث، حث الشخص على أن يأتي أو أن يفعل أو أن يقوم، فلا إشكال في ذلك، فلا يكون لها علاقة باسم الله عز وجل الله. ولكن لا أعلم من حيث اللغة أن كلمة يالله اسم فعل أمر، لا أعرف هذا. لكن الذي أعرف هو أن اسم الله ينادى يا الله، ويقول أهل اللغة يصح أن تحذف الألف من ياء النداء والألف من كلمة الله، فيكون النطق يالله، ويكون الإعراب أن كلمة يالله منادى، يعني ينادي الله عز وجل. أما أن ينقص من كلمة أو من اسم الله حرف آخر غير الألف فإن هذا مكروه عند أهل اللغة، كما قال الخليل رحمه الله، فلا يصح أن تحذف اللام الأولى أو اللام الثانية، فلا يصح أن تحذف اللام لا الأولى ولا الثانية، إنما الذي تحذف الألف فقط، فتقول يالله. إن كان هذا هو المقصود فإنه أرجو أنه لا بأس بذكرها أحيانا ليس على وجه الدوام، لأنه يراد منها على هذا القول أنك تطلب من صاحبك أن يستعين بالله عز وجل على أن يفعل هذا الشيء أو أن يذهب معك أو أن يترك هذا الشيء، فإذا قيلت على وجه غير مستمر عليه فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، وإن تعود الناس على تركها فهو أولى وأحسن. هذا إذا قلنا إن المقصود منها اسم الله، لكن إن كان المقصود أنها كلمة دارجة على ألسنة الناس ولا يقصدون منها اسم الله عز وجل، وإنما هي كلمة للحث أو التوجيه، فلا يدخل في ضمن المنهي. لكن أنبه على أمر، وهو أنه إذا قيل بهذا ليعلم أن الصوفية في قصائدهم الشركية والبدعية وفي تلحينهم للأذكار وفي غنائهم للأذكار لا يقولون لا إله إلا الله، بل يقولون لا إله يالله، لا يقولون هم لا إله إلا الله، وإنما يقولون لا إله يالله، فليتنبه لهذا، لأن هذا تحريف منهم لكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وتحريفات الصوفية في العقيدة كثيرة جدا. فخلاصة القول أنه إن كانت كلمة يالله مجرد كلمة تعرف عند الناس أنها يحث الشخص على أن يذهب أو أن يأتي أو أن يترك هذا الشيء وليس لها علاقة بسم الله عز وجل، فلا إشكال في الاستمرار عليها. لكن إن كان المقصود هو كلمة الله عز وجل فإنها تعتبر منادى يالله منادى، فإن قيلت أحيانا من باب أنك تحث صاحبك على أن يستعين بالله عز وجل على أن يذهب معك أو أن يفعل هذا الشيء، فأرجو أن لا يكون به بأس إن كان على وجه لا يستمر عليه، والعلم عند الله.